بالنسبه بقى لفريق النادي الاهلي، عوده عمدي حمدي فتحي ومحمد هاني وهدفه، يعني شايف الدنيا كانت ماشيه ازاي كده في ماتش ام بي بالذات؟ في ماتش ام بي التشكيل الاساسي للراجل هو بيحافظ عليه بشكل كبير جدا، لان عنده قوام هيلعب بيه افريقيا، فمركز عليه بشكل كبير عشان اقدر استعد بشكل كويس. عمل اربع تغييرات، بيحاول يضخ دم جديد، بيحاول يشغل الكل، بيحاول اللي شايف انه مش قادر بيخرجه، بيدي فرصه لواحد تاني، يعني بيحاول يجدد الدماء اللي موجوده. ليه؟ هنا الكوتش بيستفيد، لان اللاعب دايما ما يبقاش حاسس انه ركب المركز بتاعه وما هوش نازل منه، فبالتالي ما بيحاولش يطور مستوى. لكن طول ما اللاعب عارف ان انت لا ده انت لو قليت في واحد قاعد بره هيركب عليك في الملعب، فخلاص. فهنا يبقى هو عارف ان مستواه لازم يعلى. شايف في حاجه ممكن يشتغل عليها قبل ماتش بكره بتاع الانتاج الحربي؟ هو اكيد احنا المعاناه في الهجوم، المعاناه في الهجوم امر طبيعي، وده مش بتاع النهارده، مش بتاع النهارده. لكن في النهايه حتى لو المهاجمين ما بيجيبوش اهداف، لكنهم بيشغلوا خط الدفاع، فهنا بيستغلوا المدافعين المتقدمين انهم يسجلوا اهداف. فامر طبيعي النهارده ان انا هقول ما انا داخل في نفس القصه ونفس المعاناه، ماشي. لكن مع ما العب لي 3 4 اسابيع في الدوري، ان الدنيا تبدا تفوق، الناس تبدا تستعيد لياقتها الذهنيه، لان ايا كانت المباراه الوديه، ايا كانت التدريبات، الملعب وحساسيات المباراه هي الفيصل فيه عند اللاعب، لانه لو خد حساسيات المباراه ده موضوع تاني، ما خدهاش هيقعد كتير جدا على ما يوصلها في الملعب. طب توقعاتك لمباراه الانتاج بكره، فرص فوز الاهلي؟ هيكون اول ماتش على استاد الاهلي والسلام. الفرص برضه هي نفس فرص انبي، هو ان كان الانتاج الحربي بقاله ماتشين، اخر ماتشين ليه ما كانش بيكسب، كان متعادل بس. لكن في اجمالي مباريات الاهلي والاتحاد، الاهلي بيكتسح كل الاهلي والانتاج، الاهلي بيكتسح المباريات. لكن هم قاعدين بقالهم فتره ما بيلعبوش، وهم بيلعبوا كوره هجوميه، وبيعتمدوا على الضغط على الفريق، وبيلعبوا قدام الاهلي، فكل لاعب عايز يقول انا موجود يا جماعه، خلي بالكم مني، ممكن تشوفوني ابقى كويس، ممكن تاخدوني. فهي المباراه ملهاش معايير ثابته، لان بيتفوق عليها الحماس اكتر من الجهد البدني والفني، لان اللعيبه كلها خلاص ده هو عنده ماتشين في السنه، الاهلي والزمالك، فهو لازم الاربع ماتشات بتوع الفرقتين دول يبقى اجمد واحد في الملعب. فعشان هنا بتبقى المعاناه بقى مع هذه المواجهات.